أهلا بكم من جديد. تعتبر فترة المراهقة من أكثر المراحل الحرجة والتي تتطلب وعيا واهتماما كبيرين من قبل الأهل، خاصة من الأم تجاه ابنتها. التفاصيل مشاهدينا مع زميلتي في جدة خلود وجهان، إليكما. نعم ميسا، بالفعل هناك حديث وأقاويل كثيرة عن الفجوة الكبيرة بين الأم وابنتها المراهقة، وهذا ناتج بالطبع عن عدم استيعاب الأم لمدى أهمية هذه المرحلة. هذا الموضوع أدخل الكثير من الفتيات في أزمات حرجة، لأنهم للأسف أكثرهم لجأوا للأشخاص الخطأ، فحولوا هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، إلى أخطاء كثيرة أثرت على مستقبلهم. خلينا نشوف التقرير ونعود للنقاش. نورمان، نوران توأم يمران بمرحلة المراهقة، والتعامل مع البنت المراهقة أمر صعب، خصوصا وأن الزمن قد تغير. نوران تشتكي أحيانا من عدم قدرة أمها على فهمها. أحيانا والدتي ما بتفهمنيش في حاجات، عشان هي من جيل قديم غير الجيل اللي احنا فيه الردي، في حاجات هي يعني ما بتوصلش لفهمي فيها. هو كان زمان قبل ما تحجب كان دايما مثلا يعني الموضوع الهدوم فيه خناق دايما عليه، أو مثلاً أني عايزة أرجع بالليل متأخر وهي رافضة الفكرة دي، بس هو ده كان خناق أنا يعني. الخجل سمة من سمات المراهقات، وهذا ما لمسناه من نورهان الشقيقة التوأم التي تنزعج من أسئلة الأم. أسئلة والدتي أحياناً بتضايق أحياناً لأ، على حسب السؤال. مش بحب حد يعرف عني كل حاجة يعني، حتى لو كانت والدتي مش بحب أنها تعرف عني كل حاجة. السيدة منال أم نورمان ونورهان تسعى دائما لمحاورة بناتها، رغم أنها تعرف أن المراهقات يصعب الحوار معهن. هو الجيل دلوقتي ما بيحبش النصيحة، الجيل دلوقتي ما بيحبش حد ينصحه، الجيل بيبقى عايز اللي هو بيفكر فيه. تعرضنا مع صدمات كتيرة يعني، انت عارفة المراهقة صعبة بالنسبة للبنات، بتحب زملها في المدرسة، بعد كده في الجامعة بتشوف أصحاب مش كويسين في الجامعة، فلازم دايما توجيه. منال أم محاورة على عكس الكثير من الأمهات. أعرف كتير من أصدقائنا ما بيحاوروش بناتهم، وده غلط، لازم تعرف إيه مشكلتهم، لأن كل بنت فيها بتبقى فيها مشكلة معينة. المراهقة بحاجة ماسة لمساعدة أمها، لذا لابد على كل أم أن تتقن فن الحوار مع ابنتها لتفادي وقوع أي ضرر. الغريب في الموضوع أن كل أم مرت بنفس هذه المرحلة، لكن إحنا هنا في سيدتي حنحط يدنا على المشكلة، نحاول إجابة كل الأسئلة وإيجاد الحلول أيضا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق شريف، رئيس القسم النفسي بمستشفى الملك خالد. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. دكتور، يعني هذه مشكلة أساسية، رغم أنه أنا يعني زي ما ذكرت في المقدمة أنه الأم مرت بنفس المرحلة، إحنا حابين نعرف من حضرتك المرحلة هذه اللي بتمر فيها الفتاة علميا إيش بيصير فيها؟ أول شيء لازم نتكلم فيه أن الشباب طاقة ضخمة جدا، تمام، وإن إحنا نهمل هذه الطاقة ونتصور إنها هتتصرف كما نريد شيء مش منطقي. لازم استثمار هذه الطاقة بكل الأشكال وبكل الطرق. من ناحية العلمية كلنا بنمر بمراحل تطور في شخصياتنا من أيام الطفولة لحد ما بنبقى كبار في السن. المرحلة السابقة للمراهقة دي مرحلة مهمة جدا، رغم أن كل الناس بتتصور أنها مش بنفس الأهمية، هي مهمة لأنها اللي بتبني الأساس للمرحلة اللي بعديها. فحوالين 10-11-12 الطفل بيبقى عايز ينتج، عايز يعمل أشياء، دي مرحلة الإنتاج، يبغى يتعلم، يبغى، ما عندوش مانع أنه يسمع النصيحة ساعتها، ما عندوش مانع أنه حد يقرب له ويقول له يعمل الحاجة إزاي، لأنه عايز يعملها وعايز يعملها بإتقان وبنجاح. بالإضافة إلى كده عايز يبقى قريب من أقرانه، يجد مكانه وسط أقرانه. لو إحنا سيبنا المرحلة دي من غير محاولة أن إحنا نسمعه ونتفاهم مع الطفل بدرجة
كافية هنوصل للمرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة اللي بنسميها البحث عن الذات. إريكسون كان مقسمهم مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة اللي بنسميها البحث عن الذات. لأن المرحلة دي بتقعد من حوالي 12 13 لحوالي 18 سنة، وبالتالي هي مرحلة طويلة. المرحلة دي بيبدأ فيها الشخص إن هو يوازن ما بين احتياجاته اللي قد تكون غريبة أو مش مقبولة اجتماعيا أو وما بين القواعد والقيم والأسس اللي موجودة في الإنسان. لو من الأول من المرحلة قبليها احنا متعودين ان احنا نسمع الطفل وان احنا نحاول نستوعب احتياجاته ونفهمها، هتوصل للمرحلة دي وهيبقى فيه صعوبة جدا ان احنا نبتدي من فراغ. تمام. وبالتالي مهم ان احنا نبتدي المرحلة دي. المرحلة دي بتتميز بإيه؟ بتتميز ان الطفل بيحتاج انه يبقى عنده إثبات لذاته، يجد نفسه. يعني إيه؟ يعني يبقى عارف هو موقعه فين بالضبط من بقية زمايله، وبالتالي الاختلاط مع الأقران بالنسبة له بيبقى مهم جدا. الشكل بيبقى مهم جدا، يهتم بالشكل. المثل الأعلى بيبقى مهم جدا، لازم يجد أمامه مثل أعلى. لو راح مثلا في البيت ولقى أن مفيش مثل أعلى بالنسبة له، الأهالي مشغولة في مشاكلها، محدش بيديله مثل سواء أخلاقي أو ديني أو غيره، فبالتالي بيجد نفسه تائه وبيبحث عن مثل أعلى زي ما تفضلتي في التقرير. طب آخر دكتور، يعني في جملة متلازمة ومتزامنة دائما عند المراهقين والمراهقات، حتى أنا كنت دائما أقولها وأنا مراهقة، إنه أنتوا ما أنتوا فاهميننا، أنتوا زمنكم غير زمننا. قد إيش هذه الجملة صحيحة؟ قد إيش قال الأم لما تيجي في حوارها، خلينا بنتكلم إحنا على الفتيات المراهقات وعلاقتهم بالأم، قد إيش لازم تستوعب هذه الجملة في حوارها؟ وقديش لازم تبينها فعلا؟ قد يعني هل هي صحيحه فعلا؟ ما في شك صحيحه تماما. نعم. وانا شخصيا بعمل كده، كنت كده مع اولادي الفتره. نعم. لكن احنا بننسى، اعتقد المشكله ان احنا بننسى. كاهالي بننسى احنا واحنا مراهقين كانت ايه المشكله. او بنفتكر وبنخاف، بنقول والله كانت مرحله صعبه وتعيسه وفيها مشاكل كتيره، خليني اجنب اولادي هذه المشاكل. نعم. وده الخطا. لان لازم هم يعدوا بالتجربه علشان يلاقوا نفسهم، مش حلاقي لهم نفسهم نيابة عنهم. طب كيف تقولها في حوارها؟ كيف يعني الطريقة المثلى كمان عشان ما تأيدها 100%؟ كمان ملهاش دعوة بالتقييد، هي ليها دعوة بالتأييد. التأييد. نعم. التأييد هي الفكرة انها مختلفة شوية عن التأييد، هي فكرة انها الاستماع وتفهم الاحتياجات. نعم. دي القضية الأساسية. ان ثلاث مشاكل بتخلي البنت انها تبعد عن اهلها او تحس ان الزمن مش زمان، ما حدش بيسمع لها، حاسه بفجوه. ولما تقعدي حتى في وسط اجتماعات اسريه ولا غيره، تبص تلاقي ايه الاهالي عمالين يتكلموا والصغار كلوا لوحدكم، اقعدوا لوحدكم، العبوا بعيد. يبقى بالتالي مش حاسس ان هو جزء من هذا المكون. طالما انا مش جزء من هذا المكون، يبقى جزء المكون ده مش فاهمني، مش فاهم انا بعيش في ايه. ناهيكي عن وسائل الاتصالات العالمية اللي أصبحت سريعة جدا وقوية جدا، ولو ما كانش التلفزيون هيبقى التليفون، وما كانش التليفون هيبقى الانترنت، وما كانش الانترنت هيبقى وسائل أخرى. فالانغلاق مش مفيد، مش هينفع، لأن هيوصل لهم وسائل اتصال مختلفة، وإحنا لو ما واكبناش وسائل الاتصال دي بتبقى أزمة. أنا مثلا لما ابني بيبقى عارف حاجة مميزة في الكمبيوتر، كنت أجي أقول طب علمني، فهمني. ده النوع مش بس من الاستماع ولكن المشاركة. ربما دكتور يمكن هم بيجدوا عالمهم أكثر في هذا، بيخلقوا عالم لهم من خلال هذا الجهاز الانترنت والأشياء هذه. لكن بالعودة لحديثك دكتور، أنه زي ما تفضلت وذكرت أنه الزمن تغير، الظروف تغيرت، لكن بعض الأمهات في بعض الأحيان لما بتكبر البنت شوية، كوننا نتكلم على البنت المراهقة تحديدا، لما بتكبر شوية الأمهات بيرجعوا لزمنهم اللي هو البنت تكبر شوية تتولى مسؤولية المنزل، باختلاف طبعا مسؤولية زمان والآن، تتولى مسؤولية المنزل، أخواتها اللي أصغر منها. دحين الأم مثلا، في بعض الأمهات بس تكبر البنت شوية بيسيبوها، بيخلوها تتحمل مسؤولية بنفسها. إحنا كمان بنتكلم هنا عن النقيض، يعني الاهتمام الزايد كمان، وكمان أنه يعني تركان الأمور كمان الزايد هذا إيش نتيجته؟ ده موضوع صعب شوية، لأن
يجب أن يتحمل المراهق مسؤولية مش المسؤولية. يجب أن يتحمل مسؤولية ما، يبقى عنده دور بشكل واضح في الأسرة وحتى قدام نفسه، يبقى حاسس أن أنا بعمل حاجة. أنا فلنفترض زي ما تفضلتي مسؤول عن الصغار، بس ما يبقاش بقى الصغار والمطبخ والغسيل والمكوى وكل حاجة في البيت، بس أبقى مسؤول عن شيء. ده بيديهم إحساس أن هم منتجين. فاكرة أنا بقول في الأول في السؤال الأول بقول أن في مرحلة إنتاج، لو حس المراهق أنه مش منتج هتبقى مشكلة، فلازم يبقى في مسؤولية. طب هذه نوع عادي المسؤولية يا دكتور؟ تبقى أيا كانت المسؤولية حسب الأسرة، بتختلف من أسرة إلى أسرة. إحنا في صور على الهواء بتظهر عن هذا الموضوع دكتور، تفضل. أي فيبقى في مسؤولية بنوع ما، المسؤولية كاملة لا. الشباب بصفة عامة بيحتاج لإشراف، والإشراف مش لازم يبقى بالأوامر المستمرة. عملت ده، رحت ده، مش قلت لك تطلع ده، مش عملت فلان. هنا السؤال يا دكتور، طريقة التحاور الحوار، طريقة الحوار تبقى بالتالي بتأييد الأشياء الجيدة اللي عملها. الإشراف يعني أنا شايف الحاجات اللي بتعملها، عملت أشياء جيدة، المديح والتقدير والتقييم لهذا، فده يدي إحساس بالثقة بالذات والأمان. أما إذا أخطأ، صدقيني لو في اللي ابتدينا من 12 سنة زي ما بقولك، النظرة وحدها تكفي. نظرة العتاب أو نظرة أن الطفل تصرفه سقط من عينك، صح. الإحساس بالذنب بيبقى أقوى كثير، صح، من زعيق أو ضرب أو غيره. طب دكتور، لو رجعنا شوية على كمان تصرف الفتيات المراهقات في هذا العمر، هم يعني لما ما يلاقوا أن لهم دور أو وجودهم محبب كثير بيميلوا إلى العزلة وعالم، يدخل في عالمهم الخاص. كيف ممكن بطريقة الحوار، أو ما هو الحوار اللي ممكن يعيدهم تاني إلى أجواء الأسرة؟ زي ما تفضلتي، الأشياء اللي بتبعدهم عن الأسرة، بص لهم منعزلين وقاعدين في الأوضة وطول النهار بيعملوا كمبيوتر أو غيره. ده كثير من الشباب بيعمل كده كثير جدا، وأعتقد الأسباب بتكون عدم الاستماع. محدش بيسمعهم. والاستماع مش معناه ان انا ادخل من ودني دي واخرج من الثانيه، زي ما بيعمل كتير من الابهات، صح، والامهات، صح. الاستماع معناه ان انا اسمع وافهم واستوعب الطفل قال ايه او الشاب قال ايه، واناقشه فيه. لو في حاجه تتناقش نناقشها، لكن الاستماع مهم. كتير منهم بيحس ان محدش فاهم احتياجاتهم ولا يعرفها ولا فاهمها، وبالتالي مهم ان احنا نناقش الاحتياجات حتى لو صعب علينا، لازم نناقشها معهم. احتياجاتهم ايه؟ طب ايه اللي يريحك؟ حتى لو جينا وقلنا لو الام طبعا مش الاب، لو الام جت للبنت وقالت لها مش قلبك بيحن لحد، هل بتحبي حد؟ مفيش مانع. احاول انا ادخل عالمها هي. ان انا ادخل لها اشوف احتياجاتها ايه، لو قالت لا مش عايزه خلاص نخش في الاحتياج الاخر. انا استفز، لو هي مش عايزه تتكلم انا استفزها في بعض الحاجات، ان انا اسالها. هذا ما يخليها تنفر اكتر، تحس ان نفسها. ما هو في توازن، في النهايه لازم يبقى في توازن، ما يبقاش الموضوع كاننا في معسكرات اعتقال. أيوة. عمالين بنسال وندي اوامر، صح، وخلاص. أيوة. لا طيب دكتور، يعني في احيانا بنتكلم عن مشكله اكبر كمان اللي هي الشجار بين الاهل امام هذا المراهق. باختصار أعرف منك تأثيره على هذا المراهق. الشجار جزء من الحياة. لازم كلنا نعرف إن إحنا بنتشاجر. أنت بتتشاجري وأنت بتتشاجري وأنا بتشاجر وكلنا بنتشاجر. ومهم الشباب يعرفوا إن في شجار، في مشاكل. والهدف منه إنه يتعلموا إزاي يتعاملوا مع الشجار والمشاكل في المستقبل. لأن ما يبقاش الحل اللي شايفينه قدامهم انه ضرب وشتيمه وسب يبقى هو ده حل الشجار، لا. لما يلاقوا قدامهم نوعيه شجار الى حد ما كل فرد فيهم بيحترم الاخر، انها تبقى في غرفه مغلقه بشكل دائم، وان النقطه الاساسيه والهامه جدا ان ما ندخلش الاطفال او الشباب طرف في النزاع. دايما تبص تلاقي خلافات بين الاهالي، طب العيال والله ما انت شايفهم تاني، طب انا هاخد البت دي اعمل ما اعرفش، طب حتى سميه كانت بتقول عليك امبارح انك ما بتحبهاش. يا لطيف يا رب. يعني يمكن دكتور الموضوع كبير ومتشعب، واحنا بالدرجه الاولى نقول انه الاهل هم اكثر المسؤوليه عليهم هم، ويحتاجين لتوعيه اكثر. احنا نشكرك دكتور طارق، وان شاء الله الحديث بقيه باذن الله. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره اسمحوا لنا ان ننتقل الى فاصل قصير ونعود بعده باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا.
اسمها نوف التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. بعد الفاصل، جنون هيفا وهبي الفني لا ينعكس على منزلها،